خلوني بقى برضو مش هطلع من موضوع كورونا، انا وراها والزمن طويل. طيب خلوني اخد الموضوع بقى بشكل طبي من يعني من زاوية تانية، وعايزة اسأل الحقيقة سؤال: هل المخ بيحصل فيه تغيرات بسبب الكورونا اللي بيصاب؟ هل ممكن يعني مراكز الإشارة اللي في المخ ببساطة يحصل فيها عطل مثلا بسبب كورونا؟ أنا كنت شفت دراسة بتقول إنه 84 صح؟ أنا صح؟ 84% من مرضى كورونا عندهم أعراض عصبية. طيب نفهم كل الموضوع، لأن برضو امبارح كان الدكتور فؤاد عودة قال لنا إنه بيحصل حاجة في الأكسجين لما بيصاب الإنسان بالكورونا، والأكسجين بيتأثر اللي في المخ فبيأثر على المخ، فعشان كده بيحصل توهان ونسيان. المهم يا جماعة، معايا على الهاتف الدكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحين المخ والأعصاب، وحد من الأطباء المهمين واللي إن شاء الله هيقول لنا معلومات مهمة جدا النهاردة. أهلا بك يا دكتور، معانا في 90 دقيقة. أهلا وسهلا. أهلا بك يا دكتور يسري. أهلا. قول يا دكتور، فيروس كورونا ممكن يأثر على المخ، على أعصاب المصاب؟ الحقيقة كان في الأول خالص كلنا كنا منصبين على إن احنا بندرس فيروس بيصيب الجهاز التنفسي بالمقام الأول، ومع تنامي عدد الحالات وظهور حالات كثيرة جدا فوجئنا إنه بيؤثر على الأوعية الدموية، وفوجئنا بإنه بيعمل جلطات في المخ. ده من الحاجات اللي لاحظناها مبكرا في حالات كثيرة جدا، ومن المضاعفات الخطيرة لمرض كورونا ان هو بيؤثر على الأوعية الدموية، ومن ثم بيأتي التأثير على خلايا المخ من خلال التأثير على الأوعية الدموية اللي بتغذي المخ. يعني ببساطة شديدة بقينا نشوف جلطات في المرضى بعد الإصابة بالكورونا، أو في أثناء فترة إصابته بالمرض، أو حتى لحاملي المرض دون ظهور أعراض كثيرة أخرى، تبقى أعراض نوبة برد خفيفة جدا. طب معلش يا دكتور يسري، يعني لو واحد حصل له كده، ما الجلطات دي ما بتبانش، إيه الأعراض اللي بتحصل عشان يعرف إنه ممكن يكون عنده جلطة فيروح يكشف ويشوف في إيه يلحق نفسه؟ هو أهم من إنه يلحق نفسه الوقاية مهمة جدا جدا، إن احنا بنقول كل اللي تبدأ تظهر عليه أي أعراض إصابة بالكورونا بيعمل تحليل الدي دايمر، وبيشوف لو هو في معدل خطورة الإصابة بالجلطات، زي متقدمي السن اللي عنده ضغط مرتفع، اللي عنده مشاكل في عضلة القلب، اللي عنده سكر، اللي بيعاني من أمراض مناعية مزمنة زي الروماتويد أو الذئبة أو ما خلافه. كل هؤلاء القطاع من المرضى لابد أن يأخذوا أدوية السيولة مبكرا وبأسرع وقت، ودي نقطة مهمة جدا جدا. ده عند الإصابة يا دكتور؟ عند الإصابة أو حتى أن أشك أن في إصابة ولا يتوقف عن. طب لو واحد ما أخدش وما كانش يعرف، ما بعد الإصابة ياخد ولا خلاص ما هو بقى يا جاله يا ما جالوش؟ يفضل ياخد ما يعني على الأقل ما بعد الإصابة بشهر، خلال الإصابة بالضبط. ده مهم جدا عشان نحمي الأوعية الدموية للجسم كله والمخ تحديدا، ومعظم المشاكل التي قد تحدثها الكورونا في المخ بتنصب على هذا الجانب. لقينا حاجة تانية، إن احنا قد نصاب بأعراض برد أو أنفلونزا أو ما إلى ذلك، ويجينا عدم القدرة على الشم، ودي بتبقى نتيجة تأثر الأغشية المخاطية والخلايا اللي في الأنف، ودي في الأحوال العادية أو البرد العادي المريض بيتعافى منها بعد ما بيخف من البرد بفترة قصيرة جدا، إلا في حالات الكورونا. حالات الكورونا بتؤثر على عصب الشم، العصب نفسه، تأثير شديد جدا قد يمتد إلى وقت طويل جدا، وقد يستمر يبقى وقت قصير وقت قصير، وقد يستمر المريض
في عدم القدرة على الشم لفترة تتجاوز أكثر من سنة. طيب وكذلك برضو المخ برضو؟ هو عصب المخ، عصب الشم ده أحد الأعصاب المخية. لا أنا يعني بتكلم على اللي هو العصب المسؤول عن الذاكرة وعن التركيز والنسيان. معظم هذه الأعراض اللي هي بتيجي نتيجة الإصابة بالمرض زي الاكتئاب أو عدم التركيز أو كما أوضح الزميل الدكتور أحمد هارون، معظمها كلها أمراض أعراض نفسية. يعني أنا لو أصبت بأي مرض أيا كان المرض ومرض شديد وتعرضت إلى صدمة نفسية أو خوف شديد، ما يسمى بالسايكوسوماتيك ديسوردر، اللي هو أنا الأعراض النفسية التي تنجم وتديني أعراض زي المرض العضوي بالضبط، بس هي كلها أعراض نفسية نتيجة خوفي الشديد أو نتيجة التوتر المصاحب للمرض أو نتيجة القلق الشديد جدا والفزع اللي بيصيب الناس. وحتى احنا على فكرة كنا بنشوف ولا زلنا بنشوف بعض المرضى المصابين بارتجاج في المخ حاجة اسمها ظاهرة ما بعد الارتجاج. ظاهرة ما بعد الارتجاج اللي بتحصل له حادثة ولو بسيطة ويحصل ارتجاج ولو بسيط في المخ، قد يحدث له بعض الأعراض اللي مشابهة إلى حد كبير بأعراض ظاهرة ما بعد الكورونا، أكثرها يتحسن تماما بحاجتين اتنين، إن أنا أنصب على تحسن حالتي النفسية واللياقة البدنية. ولو أنا مريض شاطر وحسنت الاتنين دول بسرعة كل هذه الأعراض بتنتهي تماما وبتذوب كأن شيئا لم يكن. طيب لو الأعراض استمرت نعمل إيه؟ إذا إحنا بنفكر فيها وقلقانين بيها وحاطينها في دماغنا وقاعدين حاطين نفسنا تحت المنظار، كل ما يحصل عرض أفكر فيه وأحطه تحت مسمى ظاهرة ما بعد الكورونا عمري ما هتحسن. وإذا أنا وسعت بقى الدائرة وتحدثت كما تحدث الدكتور أحمد، يعني إدى صورة قاتمة جدا، كلها أعراض التوتر العصبي أو التوتر النفسي الذي قد ينتج عن أي شيء مش بس عن الكورونا، لكن الكورونا في المقام الأول حربها الأساسي أو تجاوز هذه المحنة الأساسي يأتي بالمناعة. المناعة هتيجي إزاي؟ لياقة بدنية، صحة نفسية، نظام غذائي متزن ومعتدل. ثلاثة دول هم المحاور الأساسية. طبعا احنا لو بنضيف لنا بقى أو بنحط قبل ده إن احنا يبقى عندنا روحانيات وإيمان، الحياة بتتاخد كلها على بعضها، فيها الحلو وفيها الوحش. طيب خليني أسألك يا دكتور، هو إزاي أقوي مثلا المناعة العصبية؟ هل يعني المخ ممكن يبقى الواحد يبقى عنده مناعة في الأعصاب مخه؟ طبعا المناعة بتأتي بالمقام الأول. خلي بالك أنا طالعة تالتة طب يا دكتور، ها؟ وأنا حنفسك دلوقتي. متشرف طبعا. أنا مش بقول كلام، ده علم وعلم كبير جدا. الروحانيات أو الإيمان من وجهة نظري كإنسان يعني شرقي مسلم، الإيمان لينا احنا أصحاب الديانات خصوصا، الإيمان بالله، أن أنت تشغل وقتك بأن أنت عندك بعد آخر للحياة. احنا مش عايشين الدنيا بس، الدنيا دي مجرد لحظة عبور إلى ما هو أهم. مش بقول ننسى الدنيا، مش بقول ننسى كل حاجة، لكن احنا عندنا بعد تاني بيدينا قوة كبيرة جدا، الروحانيات والإيمان بالله، وإننا احنا بنرتكن إلى الله، فبنشغل وقتنا بروحانيات، نشغل وقتنا بالاهتمام بالمجتمع اللي حوالينا، نشغل وقتنا بالعلم، نشغل وقتنا بحاجات تشد انتباهنا وتكون نافعة ومفيدة لنا ولمن حولنا. اللي بيكلمك، أنا أصبت بالكورونا الحمد لله. ألف سلامة يا دكتور عليك. احكي لنا هذه التجربة بقى مع دكتور المخ والأعصاب بقى، يعني عمل إيه وهي عملت فيه إيه؟ مهم نعرف هذه التجربة يعني. عايز اقول لحضرتك عشان نستفاد. المريض هو مريض، دكتور كان او غير دكتور، الموضوع كله بيرجع الى ان انت بيبقى عندك اليقين بان انت بتحارب عدو. العدو ده مفاتيح الحرب ايه؟ اللياقه البدنيه، الصحه النفسيه،
ثم الغذاء المتزن، وده اللي بقوله دايما. حتى لما بنصح مرضاي، مرضى الجلطات، مرضى العمود الفقري، مرضى الغضاريف، كل النصائح بتأتي في هذا الجانب. والجانب ده مهم جدا جدا على فكرة، الجانب اللياقة البدنية والمناعة والصحة النفسية المتزنة. على فكرة الصحة النفسية المتزنة هنجد ان معدلات، لو وسعنا بقى الدايرة يعني، وده كلام الأساتذة المتخصصين في الصحة النفسية، معدلات الانتحار بتقل قوي في المجتمعات اللي عندها أبعاد اجتماعية واسعة زي عندنا، اللي هم مش عايشين في عزلة لوحدهم، اللي هو الشخص فيهم مش عايش لنفسه، عنده أسرة بيهتم بيها، عنده ناس تانية حواليه، عنده فقراء، عنده ناس محتاجين، في نوع من التكافل الاجتماعي. معدلات الانتحار بتقل كل ما زاد التكافل الاجتماعي، وبالتالي هي أعلى في اليابان وليست أعلى في دولة دول يعني ليست من دول العالم الأول، ولكن دول من دول العالم الثالث معدلات الانتحار فيها أقل بكثير جدا من دولة زي اليابان. يبقى احنا عندنا الجانب الروحي أو الجانب الروحاني، جانب إن أنا أشغل وقتي فعلا بما هو مفيد ونافع، وكل الأعراض دي لما بقعد أحطها تحت النظر وأقعد أراقبها وأدقق فيها، ويمكن احنا نعرف الكلام ده لأن احنا كأطباء بنبقى عارفين الأعراض مسبقا قبل ما حتى يجينا المرض، بنبقى عارفين المراحل بتاعته. الوسواسة في الأمور دي ما بتبقاش كويس. أنا بشكرك جدا الدكتور يسري الحمالي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة.